مرحبا، ازيكم عاملين ايه؟ اليوم رح نعمل كبدة. انا عندي تقريبا 3 4 طرق. هلا انا اكتر كبدة بحب اكلها بعملها بالفرن، بحط عليها فلفل حراق اخضر مع تومة فقط، بصل بستعملوش، بلخبطهم في بعض وبعدين بحطهم شوي كمون وبحطهم في الفرن. هذه طريقة. عندنا اليوم طريقة بالبصل والفلفل الاخضر فقط، وهنحط شوية ملح وشوية فلفل أسود. عندنا كمان طريقة رح نعملها في فيديو تاني، اللي هي الكبدة المقدسية على دين كيفكو، يعني كبدة على الفحم تنعمل اشي محترم، بس فلفل أسود وملح. في كمان اللي هي كبدة الإسكندرانية. طبعا كبدة الإسكندرانية يعني طول عمرنا بناكلها، فخلينا نشوف اشي جديد، لأنه يعني ما فيش حدا بيحكي عن هيك كلام. خلينا نجرب اليوم نعمل كبدة هذي. عندنا اليوم كيلو كبدة. اول اشي يا جماعة، عشان تعمل الكبدة لما تشتروها، لازم تتنظف الكبدة. مش شروش الكبدة كلها تطلع برا وتتنظف. راح اوريكم شوية هيك كيف بنطلع الكبدة شروشها ونبلش تنظيف. في ناس بتحبش الريحة، ريحة الكبدة لما يجي يعملوها، يعني خاصة البنات، تقول لك لا كبدة انا مش حقدر اكلها زنخة او اشي زي هيك. فلا، ولكن في شوية شغلات مواد بتستعملها لتنظيف الكبدة يعطيك الكبدة صافي لحم فقط، اما ريحة ما فيش. اما هي كلها دم يا جماعة، كلها دم بروتين. هذه هلق يا جماعة راح نحط الكبدة. طلع هاي، لقيت عنا هنا الكبدة وهي القلب، تمام؟ القلب كل اشي بالايد. ها طلعوا، ها بايدي باصابعي، ها حتى الحبال بقطعهن، ها طلعوا. هذا القلب، الكبدة هذا هي. طلع ها هاي الشرش، ها 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 هذا هي صافية، فيش فيها شروش، زي هيك بدنا اياها. انت بس ما تشدش، خليك بالراحه ماشي معها، هتلاقيها طلعت معك. ها طبعا خلصنا من تنظيف الكبده. طلعوا قديش طلعنا قرف. في ناس بتاكل الكبده زي ما هي. غلط يا جماعه، غلط. طلعوا هي نظيفه كيف، طلعوا لسه ما غسلتهاش، ولكن مبين عليها انها نظيفه. هل قلت راح اغسلها؟ وبعد الغسيل اقسم بالله نسيت ايش اسمه بالعربي. شو بقول عنا؟ نسيت اسمه. شو بقول؟ والله نسيت. راح نغسل هلا الكبده. طبعا بنحطها في مصفاية ونغسلها بالمية. راح ننظف الكبدة هلق بالمية مرة مرتين، وراح ننظفها بالخل. إذا أنت حسيت أو أنت حسيتي إنه مش نظيفة، ما نطفتش، بشوية طحين بتنظفها. إذا حسيت برضو بالطحين ما نطفتش، بشوية بندورة، طماطم بندورة، بنقطعها هيك وبنخبصها خبص وبنحطها إيش مع الكبدة، بننظفها فيها، أو عصير الطماطم البندورة بننظفها فيها. وإذا حسيت برضو إنه ما نطفتش بالبندورة بالطماطم، بالليمون بننظف. يعني هاي عنا أكثر من شغلة بننظف فيهن الكبدة. كل شيء له استعماله يا جماعة، مش كله تحطه هيك مرة واحدة على الكبدة عشان تنظفها، هيك بصير نووي. بنحط لنا شوية خل، يعني نحن هيك حنغسلها. اوعوا تطبخوا الكبدة بالخل. تمام 100%. عندي 5 بصلات حجم متوسط، وعندي فلفل حراق او حار. روح البصل للكبدة وفلفل اسود ملح زيت زيتون. نبلش. شايفين الكبدة كيف يا جماعة؟ جهزت، أمورها سليمة.
خلينا نجرب الكبدة ونشوف كيف الشغل. فرشوحة يا جماعة، الكبدة من غير فلفل حار أخضر ما بتزبطش. أنا أوريدي حاطط يعني شوية بطاطا، أنا حابب أجربها بطحينية، شوية طحينية شوية. زيادة فلفل، شيء رهيب رهيب.